بقول لك من الاخر هو بكى اي وصل ليه هم يبكيوا لتو هم انا تمنيت حاجه باش نكمل انا تمنيت حاجه يحب يمسخوا نتاعنا احنا انا تمنيت حاجه احنا خير منهم في الليل وخير منهم في الروتور خير منهم في الباركور الكل الترجي تستحق تتوج بالكوب هذه لعبنا خير منهم في المغرب لعبنا خير منهم في تونس انا تمنيت حاجه باش نكمل فيها ما عرفش حتى شكيات هو سيف هو قلب بكايه ما تشكيوش كان من الفار تشكيو حتى من الحاكم الامن التونسي قالوا نجم بعد المقابله البوليس ديالهم مقابله بديروا البوليس ديالهم تيضربونا وتيبعدونا اننا ما نقربوش باش ما نتفرجوش وراه نتوما كنتو حدانا وشتو تيبعينيكم من بعد كنا هبطنا لتحت باش نوصلوا الميساج للدراري باللي راه البيت راه تماركا يعني فاش تماركا البيت خصنا نوصلوا لهم ميساج باش يوقفوا باللي راه تماركا البيت فاش هبطنا باش نقولوا للدراري راه البيت راه ماشي اورجو راه بيت بداو تيضربونا البوليس تيدفعونا جا واحد البوليس ضربني انايا المهم نط تروينا كان معايا ابراهيم انا تصدع تما سنقول لك اليوم كانت واحد المهزله في الملعب كانت واحد الروينه ما كناش نتوقعوا الاربيط الاول دار واحد المهزله في المغرب حيد لينا بيت وحيد بيلانتي وبزاف ديال الحوايج عاوتاني جينا لتونس على اساس باش نديروا مقابله تكون كبيره ونجيبوا كان طموح كبير وتسندنا الجمهور ديالنا الودادي في المغرب باش نجيبوا الكاس ولكن فاش تجي تشوف ان واحد الاربيط كيفاش تيهرسك كيفاش ما تيخليكش تزيد سيف كما قلت اللي ركزوا في التفاصيل والاكسبريس سبورتيف اكثر من اللي ركزوا في الماتش دي برشا برشا شوف قاعد نتبع انا من ماتش للي وديجا ماتش روتور كنت نشوفوا معناها لي زانترفيو اللي عملوا فيهم والبلاتويت اللي عملوا فيهم الكل على التحكيم شوف انت ماتش للي ماتش للي بيلانتي ظاهره طبعا عودت ثلاث مرات واربع مرات شغل اللي انت بعد الكاف عاقب التجريشه وكذا هذيك امور يعاقبوهم امور ما انا شفت في الكوره سيرتو الوداد البيضاوي قاعده تتشكى اكثر من لازم